بحلقة اليوم نحن حنبلش بسلسلة يعني سابقا ربما أكثر من مرة مرينا ونقول يلا إن شاء الله نحكي عنها. حناخذ عن صيغة الشرط. وحلقة اليوم حتكون يعني دائما هيك عادة المناهج والكتب لما تحكي عن صيغة الشرط بتحكي عن صيغة متعلقة فيها، يعني بتبدأ بصيغة متعلقة فيها اللي هي صيغة الديليك. يعني احنا العنوان صيغة الشرط لأنه حيكون هو أكثر من حلقة متسلسلة بهذا الموضوع، لكن اليوم نحن بنبدأ بأول صيغة شبيهة أو تعتبر تابعة لصيغ الشرط، هي صيغة الديليك اللي هي صيغة الطلب أو صيغة كشكة. كشكة يعني يا ريت، يعني اليوم نحن بدنا نعيش مع يا ريت، مع أنه كلمة يا ريت ما بتعمر بيت، بس نحن بنحاول أنه نعيش شوي بالأحلام ونطلع من هالواقع. صيغة كشكة صيغة سهلة. صيغة كشكة هي صيغة بنحط الفعل جذر الفعل طبعا مقصود فيه مع الأداة اللي هي أداة السي أو سا اللي هي نفس أداة الشرط. الفرق بين كشكة والشرط لما نحكي الأسبوع القادم عن الشرط هو إنه كشكة ما بيكون فيها زمن، بالشرط حيكون مثلا جيلير في جنيش زمان جيلير سي إذا جاء، أما جيل سي يعني ليته يأتي اللي حنحكي اليوم هو جيل سي اللي هي كشكة بس جذر الفعل وبعدين دغري سي أو سا، بعد ذلك بيجي اللي هو كشيكي يعني بان جلسم سان جلسان او جلسه بيز جلسك سيز جلسنيز اونلار جلسلر جلسه لير اللي هي الصيغه. حنحكي امثله والامثله هي بتوضح، والامثله ايضا حتكون مكتوبه عندكم عبر التعليقات الفيسبوك للي عم يتابعنا. ايضا برحب طبعا باللي انضموا لنا عبر الفيسبوك، قتيبه ما شاء الله دائما من الاوائل ومحمود وغيره، نرحب فيهم جميعا. اذا حنضرب بعض الامثله لحتى تبين، وحنكتب الامثله بالتعليقات. مثلا كشكي ينوندا اولسام، كشكي يانوندا أولسام ليتني بجانبك كشكي يانوندا أولسام ليتني بجانبك كشكي إفدي أولسام. واحد تعبان هلا بالشغل وبهالبرد بيلا كشكي إفدي أولسام سجاجك إفدي أولسام ليتني الآن في البيت الدافئ. كشكي سينافلار أولمسا كشكي سينافلار أولمسا يا ريت ما في امتحانات. كشكي birlikte olsak ya ريتنا نكون سوا. keşke birlikte olsak. الشباب دغري على الفيسبوك بدأوا بعض الأمثلة، مثلا keşke seni görebilsem. لاحظوا سم هلا هون حطينا ابل مع الفعل يعني ليتني استطيع ان اراك، بس كمان ما فيها زمن، لاحظوا ما فيها بيلر يعني بس ابل. görebilsem keşke seni görebilsem يا ريت فيني شوفك. keşke seni görsem يا ريتني شوفك. اذا الكشكه هي عباره عن تمني، عباره بيكون الفعل جذر الفعل سي او سا وبعد ذلك الفاعل اللي هي الكشي اكي لاحقه الفاعل. بالنسبه ل طبعا كشكه لحالتين، الحاله الاولى اللي عم نحكي عنها اليوم هي حاله اللي ما فيها اي زمن، فهي بتكون حالة تمني لو كنت أنت صاحب الشغل وهلأ مستحيل تكون بالبيت، بس تمني قابل للحدوث. ليش قابل للحدوث؟ لأنه في الزمن الحالي عم تحلم فيه، يعني حتى لو كان صعب كتير 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 بس هو ممكن يصير بالنهاية، لأنه أنت عم تتأمل للمستقبل، كونه عم تتأمل للمستقبل فهو واقع الحدوث، يعني محتمل الحدوث حتى لو كان شبه مستحيل. يعني كشكي إف دي أول سام. أما اللي نحكي عنه المرة الجاية كشكي اللي العلاقة بالندم ممكن تكون أو بالشيء المستحيل اللي عم تحكي عم تتأمل عن الماضي بيصير، ما عم تقول يا ريت تروح يا ريت نقعد سوا يا ريتنا نكون سوا يا ريت، يعني مثل ما أن لو أننا كنا، يعني شغلة مستحيلة خلصت ومشي حالة. مثل مثال ذكره قتيبة لهيك أنا عم نبه عن الفكرة بيصير غير موضوع. كشكي شمسية ألسايدم
إسلام مازدم، يا ريتني أخذت شمسية ما كنت تبلبلت. هذا موضوع آخر لأنه هذا صار أقرب للندم كمان كشكي هو، بس نحن اللي بنحكي عنه المرة الجاي. هلا عم نحكي نحن عن الأمل المتعلق بالأمام بالمستقبل اللي ممكن يصير ولو احتماله ضعيف. كشكي سوريايي دوني بيلسك، هاي مثال من زياد. يا ريتنا احنا نقدر نرجع على سوريا، الله يا رب يفرج ونقدر جميعا ان شاء الله عز وجل نرجع بلادنا على سوريا وعلى فلسطين وعلى العراق وعلى مصر، واذا بلشت عد بتخلص الحلقه. الله يفرج يا رب، الله يفرج. كشكي اوريت مين بوغول اوديف فيرميسي، يا ريت المعلم اليوم ما يعطي وظيفه. تمام. كشكي سنين لي باي لا شابيل سم، يا ريت اقدر اتشارك معك. ايه حاطرح الامثله انا هلا، هلا ما بلشت بالامثله المكتوبه. شو سينافلار بيتسي، شو سينافلار بيتسي، يعني يا ريت هالامتحانات تنتهي. احيانا بنقول كشكي احيانا ما بنقول كشكي، مجرد هالصيغه هي تعبر عن فكره يا ريت حتى لو ما قلنا كشكي. شو سينافلار بيتسي دي راهات لاسام، يعني يا ريت هالامتحانات تنتهي راهات لاسام، يا ريت ارتاح. لاحظوا الجهتين من الجمله بيكونوا عباره عن تمني، اما اذا كان عاده اذا كان الجهه الثانيه هي جهه مثل يا ريت تخلص، يعني انه اذا خلصت الامتحانات برتاح، هذا صار هو الشرط. نحن صح عنوان درسنا العام الشرط، بس قلنا حنبلش بما يسمى الديلك او الكشكي لانه قريبه من صيغه الشرط، لانه هي نفس اللاحقه اخذه لكنها مختلفه عنه، انه الشرط عباره عن جهتين، يعني اذا بيصير هيك، إذا صار هيك بيصير هيك. أما كشكي لا، هي جهة واحدة، حتى لو حطيت أكثر من عامل كلهم أماني. كشكي سينا شو سينافلار بيتسدي راهات لسم، يا ريت تنتهي هالامتحانات وارتاح. بوغن ألش فيريشي سان جيتسان، بوغن ألش فيريشي سان جيتسان، يعني يا ريت أنت تروح على الألش فيريشي اليوم، أنت تروح تشتري لنا أغراض. بوغن alışverişe sen gitsen. Keşke oğutlarımı dinleseniz. Keşke oğut. Oğut ne demek? Ma'naha nasaih. Oğut. Oğut. Lihye yumuşage. Oğutlarımı dinleseniz. Yaretkom tesma'u la nasaihi. Dinleseniz. Yaretkom tesma'u la nasaihi. Televizyonun sesini bu kadar açmasan da ders çalışabilsem. Yaret ma terfa sot kitir. Açmasan sesi bu kadar açmasan. Yaret ma terfa sot kitir. Ders çalışabilsem hatta eder edros, yani yaret eder edros. Yaret ma terfa sot, yaret eder edros bi hattariqa. Top oynarken, o ent am telab kura, bağır او دقيقه هون في خطا، بس يعني في حرف خطا. تمام. بغرش مسنز، يعني يا ريت ما تصيحوا على بعض. بغرش مسنز، يا ريت ما تصيحوا على بعض. كيمسي سيزي سوكاك تانكوف كوفماز، حتى ما حدا يقلعكم من الشارع. اول مثل ما تعودنا ونحن صغار يطقوا لنا الطابه، كان يجي واحد هيك احد الجيران الاشرار يمسك السكينه ويطق الطابه، هي من الذكريات الطفوله المريره. تمام. بازارتي سيغنو ديتي باشلا سم، مع السؤال مع السؤال بتصير بالضبط 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 تساوي صيغه الاستيك اللي هي جيديم اذهب باشلا يم، يعني عم باخذ رايك، فعم اقول لك بازارتي سيغنو ديتي باشلا سم باشلا يم، هل ابدا الحميه من يوم الاثنين؟ بازارتي سيغنو ديتي باشلا سم، هي صيغه اسهل من باشلا يم، اسهل منها ولطيفه كثير مع البان والبيز. ساندي بير ياندان بتشيتيلري كاتلا سم، يعني هلا انت طويت المحارم، او يعني مو المحارم مثل هي تبع المطاعم، من جهه اخرى من الناحيه الثانيه. بيز جيليني كادار برادا بيكليسينيزم، يعني هل انتظرتم الى ان ناتي؟ سيز او بيز جيليني كادار برادا بيكليسينيزم، هل انتظرتم؟
إلى أن نأتي. طبعا أمثلة كثيرة أرجو أنه يكونوا تمام موجودة صارت بالتعليقات. شاهدنا بالكلام هي عبارة عن تمني كيش كي، بس أنا ليش بدأت قبل الشرط؟ أولا لأنه هي نفس لاحقة الشرط، واحد اثنين، حتى لما نأخذ الشرط نميز ونفرق بين الكيش كي. كيش كي من جهة واحدة، لاحظوا كيش كي إف دي أول سام، خلص خلصت يعني، يا ريتني كون بالبيت. حتى لو ضفت لها كيش كي إف دي أول سام تلفزيون إز لي سم، يا ريت كون بالبيت وشوف التلفزيون، بس كله أماني. أما الشرط حتى بالعربي، إذا كنت في البيت سأشاهد التلفاز، في جملة الأولى، إذا تحققت بتحقق الثاني. أما بالكشك أنا متمني التنتين أصلا، ما عم بحط شرط، أنا عم بتمنى، عم بحلم، عم عيش بحالة من الخيال. طبعا الكشك بيقولوا لك الأتراك كشك لير لي بير شيء ألماز، يعني ما بيتحقق شيء بالكشك لير هدول، يعني بالتمني ودا، يعني مثل ما بنقول نحن بالعربي كلمة يا ريت ما بتعمر بيت. إذا كشك، صيغة كشك صيغة سهلة كتير بسيطة، الفعل جذر الفعل مع السي أو سا بعدين مع الكشي أكي، كيش كي أوكو لا جيل مسم، واحد الصبح بفيق يا ريت ما أروح على المدرسة اليوم، كيش كي أوكو لا جيت مسم يا ريت ما أروح على المدرسة اليوم، كيش كي إف دي كي إف دي كال سم أو كالا بيل سم يا ريت فيني ضل بالبيت اليوم. واحد تاني بيقول له كيش كي يانوم دا أولسان يا ريتك جنبي، كيش كي سان يانوم دا أولسان يا ريتك بقربي، كيش كي أو جيتش كالمسا يا ريت ما يتأخر، شكله دائما بيتأخر فأنا أقول يا ريت ما يتأخر اليوم، كيش كي ألي جيتش كالمسا يا ريت ما يتأخر اليوم. إذن هاي هي ال كيش كي، يعني أنا حبيت تكون بسيطة اليوم، ما نفوت دغري بالكشك الثانية، معنا وقت أحسن ما، لأنه البعض عم يقول أنه عم نكثف كتير، لا خليها تكون خفيفة، نكثر الأمثلة، نكثر من الأمثلة لكن ما ندخل القواعد. كشك يارن هب برابر جمايا جيتسك، يا ريت بكرة كلنا نروح سوا على الجمعة، على صلاة الجمعة يعني جيتسك. تمام، هيا بقرأ أمثلة من الـ الفيسبوك. طيب حلو، قتيبة حطت لي مثال لطيف بس ما له علاقة شيء، ما له علاقة بموضوعنا. كشك مسلمانلار بيرليك أول صدا كورتولساك، حلو المثال، يا ريت المسلمين كلهم كانوا أمة واحدة، بيرليك أول صدا كورتولساك. في ملاحظة أخيرة بدي أختم فيها قبل ما نطلع للفاصل، بدي نبه على أو بحكيها للفكرة، يعني ما حد يقول نبه لأنه يمكن يكون مثلا حدا ما سمعنا وقت أخذناها المرة الماضية. في صيغة هي سي، هي مع دا بيصير معناها حتى ولو، حتى ولو. الفرق أنه مثلا بهالحالة، هلأ أعيد المثال اللي قاله صديقنا زياد، كيش كان مسلمان لار بيرليك أول صدا كورتول ساك، يا ريت المسلمين كانوا أمة واحدة وكنا تحررنا أو تخلصنا. هلأ هون عم بربط بين حالتين تمني بحرف دا، الصيغة اللي بتشبهها بيكون في حالة تمني واحدة وبعدها دا، فبتغير المعنى بيصير حتى ولو. بقول لك مثلا ألي باندان أزور دي لسيدي أفت ميجم، أزور دي لسيدي حتى ولو اعتذر، أزور دي لسيدي حتى ولو اعتذر أفت ميجم، فلن أعفو عنه. إركن جلس مثلا إركن تشكسك دا، تشكسك دا حتى ولو طلعنا بكير يتش ميجز، يتش ميجز فما حنلحق عجقة مثلا أو كذا. فهي حالة حتى ولو، بدنا ننتبه على الفرق بين هالحالتين. هلا حنستمع الى الاغنيه، ارجو هيك تدقوا عليها كثير، اغنيه يمكن مشهوره هي جول رينجي لمصطفى جيجلي، يعني معناها العام سهل الفهم لكن تفاصيلها شوي بدنا ندقق عليها ان شاء الله، فبنسمعها سوا ثم نشرحها. جول رينجي، جول رينجي معناها لون الورد، لون الورد. طبعا معلوم عندكم انه هي اضافه
وهي من حالة الاستثناءات الكاتشب نفسها، انه رينك لون رينك لما يجي بعده الاي بدل ما يصير يمشاق جي بيصير جي، هاي حالة استثنائية. رينجي مثل قهوه، رينجي لون القهوه، جول رينجي لون الورد. هذا سندان سيوندان اشك داملايان. يمكن من اكثر القواعد اللي كل ما ناخذ اغنيه بتمر وتتكرر هي قاعده تحويل الفعل الى صفه. لذلك انا بتمنى من اللي ما حضروها هيديك الحلقه انه يبحثوا عنها. وانا يعني كونه سالوني الشباب، فانا ان شاء الله عز وجل هي الحلقات هي والمواضيع اللي حكيناها عمسك حارجع اصورها بشكل يعني اكثر ان شاء الله جوده، وتنزل على قناه اليوتيوب باعتبار كثير سالوني اذا في شيء على اليوتيوب، فقريبا حيكون في هيك شيء. فمن هاي المواضيع بتكون موضوع تحويل فعل الى صفه، لانه كثير عم تتكرر بالاغاني. هواس هواس يعني من هوائها، هواسندان سيوندان ومن مائها. أشك داملايان، داملا يعني يقطر، داملايان الذي يقطر، يعني لاحظين أنه هون تحويل الفعل إلى صفة. داملايان يعني طبعا هي ما اكتملت الجملة بعد يارم، يار يعني حبيب، يارم فار يعني لدي حبيب، يقطر الحب من مائها وهوائها. إذن هوا سندان سيوندان أشك داملايان ياريم فار. لاحظوا داملايان هي صفة لياريم، يار حبيب، ياريم يعني حبيبي، مو يارم، يارم نص، ياريم حبيب يعني يار، ويارم بنم يارم. فار جول رنجيندي، جول رنجيندي بلون الورد، بلون الورد. دنيالارو دنيا، دنيا معناها الدنيا العالم أو الكرة الأرضية بتشبه معنا. دنيا لر فيرسيلر، لاحظوا فيرسيلر يعني لو عطوني الدنيا كلها. كارتمز، كارتمز كار معناها ربح، كارتمك يربح، كارتمز يعني ما بتوفي ما بتعادل. ألماسكي لا يمكن سان أن تكون، سان دنجيندي، دنجيندي ما ممكن أن تكون بمعنى أنه توازنك، أو دنجي بتشبه معنى مثل رزمة أو هاد، فهي ما ممكن تكون أنه موازية لك. أو لو كل عطونيها أش كدر روهمدا ينقلنان، كمان هون تحول الفعل إلى صفة. ينقلن، ينقلن مك معناها يتردد صداه. ينقلنان دويدوم هير سيستي، دويدوم أيضا الذي سمعته، تحول الفعل إلى صفة. دويدوم هير سيستي يعني في كل صوت سمعته يتردد في روحي. روهم دا أشك يعني حبها، حبها يتردد في روحي مع كل صوت أسمعه. أشكدر روهم دا ينقلنان دويدوم هير سيستي. أجانكي سيفداس sonsuzumdur, sonsuzumdur يعني o can يعني هذه الروح، هذه الروح اللي هي حبي الأبدي. sonsuzum sonsuz sonsuz يعني بدون نهاية، الأبدي. sonsuzumdur هي يعني بمعنى إنه الأبد تبعي هو حبها، بمعنى يعني إنه حبها بالنسبة لي حيكون للأبد. aldım her nefeste مع كل نفس باخده، في كل نفس اخذه. سون اشكم حبي الاخير، الك ياريم وحبي الاول، حبي الاول والاخير يعني. جان بيلديم اللي روحي عرفته، يعني هو الحب الاول والاخير الذي عرفته روحي. وفالي، وفالي الوفي. سيف ديمسن يعني انت الوفيه التي احببتها. وفالي سيف ديم، هون حولنا الفعل إلى صفة. سيف ديم الذي أو التي أحببتها. سيف ديم سن أنت التي أحببتها، الوفية التي أحببتها. دير ديمي، دير دي شو ديرت، ديرت معناها مشكلة، ألم، أرق، قلق. ديرت، ديرت، دير ديمي يعني ألمي ومشاكلي. دير ديم آلامك ومشاكلك. دير ديمي، دير ديم لي بل دوم دي يعني عندما أتقاسم،
آلامي دير ديمي أو دير ديمي دير دين لي مع آلامك بولدوم دي لما اتقاسم بولميك معناها يتقاسم لما اتقاسم آلامي مع آلامك أمرمو فير ديم سن فأنا أيضا أنت التي شو فير ديم أنت التي أعطيتك أمرمو روحي إذن أنت التي أعطيتك روحي عندما تقاسمت آلامي مع آلامك هي هي الأغنية باختصار معانيها العامة واضحة يعني لما مثلا لو تحضرها ومترجمة بتحسها سهلة بس لما شوي نفوت على على التحليل اللغوي تبعها فهي فيها البركة لهيك أنا قلت صعبة شوي فيها كتير من مثل ما قلنا تحويل الفعل إلى صفة لذلك أنا يعني إن شاء الله عز وجل هذا إذا صارت الفيديوهات جاهزة أيضا بشارككم فيها حتى يتم مراجعة هذا الموضوع لأنه من أكثر المواضيع اللي بيتكرر واللي بيحل أزمة عند اللي عم يتعلم تركي وحابب يحكيها اللي هي تحويل الفعل إلى صفة.